عمل ايديه سايبه. انا ما اعرفش، ما اتعاملتش مع كابتن عصام. انا تعاملت مع الشناوي فكانت ايده سايبه جدا. الشناوي من احمد. احمد وجبل أحمد. نفس الكلام، وجنش نفس الكلام. وانا ايدي سايبه برضو الى حد ما، مش ماسكه لا خالص. ما بعرفش هاني ما جابتش نتيجه في الحته دي. مش عارف، صعبه. ده الهاني يعني مشاريع بس، مشاريع بس. اشتركت عنده في الجيم؟ ما مش عايز يعمل لي سيل، مش عايز يخفض لي خالص. مش عايز يخفض لك؟ قال لي هم هتدفع زي الناس يا مش ما تجيش. هو قال لك كده؟ قال لي كده. ده العلاقة قوية يعني. لا بس احنا اصحاب جدا والله. ما رحتوش الجيم لسه؟ لا لسه والله، كذا مرة قال لي تعالى و وادفع. ما لازم ادفع، ما انا هاجي هدفع، مش هتيجي ومش هتدفع. مش هتدفع خليك ما تجيش. بس والله لا الحمد لله علاقتي بيه كويسة جدا، وهو شخص لذيذ جدا والله. يعني شخصية كمان بره الكورة دمه خفيف جدا، وفي الملعب كمان اتعلمت منه حاجات كتير جدا والله. يعني اتعلمت منه اجتهاده واصراره. يعني ما انا قلت له كده، قلت له لو قعدت معاك اكتر من كده وما اتعلمتش حاجه يبقى انا بني ادم غبي الصراحه. فبصراحه اتعلمت منه حاجات كتير جدا، بس الا ان امسك ايدي دي. الا انك تمسك دي ما اتعلمتهاش. مش عارف اتعلمها. ما صدرلكش المشهد مظبوط يعني. لا هو يعني ما بس لا يعني. مين حارس المرمى اللي انت بتتعلم منه؟ يعني ما لعبتش حتى معاه بس هو واقف كده تستفيد منه، تقعد تتفرج تشوف. والله يعني ما يعني انا دايما بحاول ابص على الاجوان اللي هي اوروبيه شويه. يعني ممكن يعني نوير شويه، دخيا شويه. يعني بحاول يعني بتشوف فيديوهات بيتحركوا ازاي، بيقفوا ازاي، بيبقى ايه. في مصر كان احمد الشناوي بصراحه. يعني ما بالنسبه لي يعني كموهبه في حته تانية خالص، فانا كنت بتعلم منه حاجات كتير. ولما كنا مع بعض في الزمالك علمني حاجات كتير جدا احمد شناوي. ويعني ان شاء الله يرجع ويبقى في مكانه هو يعني يستحقه، لان هو يستحق اكتر من كده بصراحه. لو هو فورمه حد يلعب عليه؟ الوحيد في مصر اللي يقدر ينافس محمد الشناوي اللي هو وصله دلوقتي احمد الشناوي. في اللي محمد الشناوي فيه دلوقتي، لو احمد الشناوي مركز وفورمه وكل الكلام ده، هو اللي يقدر ينافس محمد الشناوي كمان. لو فورمه بصراحه. ليه احمد الشناوي وهو فورما، شريف اكرامي وهو فورما، ما حدش قدر يقعد الحضري؟ لا كابتن عصام في حته ثانيه. يا كابتن عصام في حته ثانيه حتى يعني. في اخر ايامه يعني، في اخر ايام الحضري كان بيلعب باحتياط وبيلعب عليهم برضه، لان هو كابتن عصام الكوره زي ما قلت لحضرتك يعني اجتهاد وشويه حظ. فكابتن عصام كان في حوار الاجتهاد ده كان مجتهد جدا، وغير كده هو كان اسم كبير وحارس كبير. يعني ما زي ما قلنا، يعني زي ما قلنا الشناوي يعني ساهم في بطولات، كابتن عصام ساهم في بطولات كتير جدا كمان. ومش انا اللي هقول يعني ان هو ساهم في بطولات كتير، بس كابتن عصام في يعني ما في فورمته ما حدش يلعب عليه.